انا بعمل دلوقتي اوريو شيك او شيك ببسكوت الشوكولاته، هحطه فيه بسكوت الشوكولاته المعروف اللي انتوا عارفينه، حطيت ايس كريم فانيليا، ما بحبش اعمله مع الشوكولاته، انا بفضله جدا مع الفانيليا، بيبقى احلى بكتير. انا بالظبط، انا عايزه اقول لك انت جاي تزعل دلوقتي يعني. ما كان من بدري حضرتك. انا تنحت عشان كده، اللي هو ده لسه فاكر. يلا بينا. الله الله الله، تحفة. لا لا لا، مفيش، نظبط لك كل ده حالا. يبقى كده عملنا الأوريو شيك أو شيك بسكوت الشوكولاتة.